أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الحروف التي في أول السور هي الحروف التي يتكلم بها العرب، يتكلم بها كفار مكة، وما استطاعوا أن يأتوا بآية من القرآن. فهموا القرآن وعرفوا اللغة العربية وتمكنوا في الشعر وفي الأدب، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. تلك آيات الكتاب المبين. هذا القرآن مبين، واضح، مكتوب، مجموع بين دفتي المصحف. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني هذا الذي سيأتي هو نبأ موسى عليه الصلاة والسلام، كليم الله من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سيتلى على النبي صلى الله عليه وسلم قصص هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان له 9 آيات قوة الحجة عند موسى عليه الصلاة والسلام يقابلها عند فرعون العناد والاستكبار، نسأل الله العافية والسلام. قال بالحق، لأن هذا الذي في القرآن كله حق، فلا يمكن أن نبحث عن الإسرائيليات وغير هذا، فهذا الذي في القرآن فيه كفاية. نعم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: أول من طبق قاعدة فرق تسد فرعون، جعل أهلها شيعا متفرقين، أحزاب متناحرين، حتى يسود هو ويبقى له الملك والسلطان، وكان يتسلط على بني إسرائيل، يقتل الذكور ويستحي، يعني يستبقي النساء للخدمة، وهذا هو الإفساد في الأرض، نسأل العافية والسلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا من العجب، لأنه قد تستغرب كيف يكون هذا طاغية ويفسد ويقتل ويفرق ويستبقي النساء للخدمة، والله سبحانه وتعالى يقول: ونريد أن نمن على بني إسرائيل. لماذا؟ قال: لأن النصر والتمكين لابد يسبق هذا ابتلاء وتمحيص. فما تراه اليوم في بعض الدول يقول: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض. ما يمكن أن يكون التمكين إلا ويسبق ابتلاء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم آخر شيء قال: والعاقبة للمتقين. أسأل الله يجعلنا إياكم منهم.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم، لأن فرعون ومن كان على شاكلته أرادوا أن لا يكون لبني إسرائيل التمكين في الأرض. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا بدأت قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام. هذه القصة لم تأتي بهذا الجمع إلا في هذه السورة، في سورة القصص، قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة وردت هنا، وأمرها الله سبحانه وتعالى بأمرين ونهاها عن أمرين وبشرها ببشارتين. أمرها الأمر الأول أن أرضعيه، والأمر الثاني أنها تلقي هذا الطفل الرضيع الذي يعني تحبه كذا، تلقيه في اليم. هذا الأمر الثاني، فإذا خفت عليه فألقيه، الأمر الثاني. قال لها الله سبحانه وتعالى، نهاها عن أمرين، لا تخافي يعني هذا فيما يستقبل، ولا تحزني على الماضي. ثم بشرها ببشارتين، إن رادوه إليك، هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية قد تقول إنها من أعظم البشارات في التاريخ، وجاعلوه من المرسلين، يعني سيرجع لك ويكون من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، فهي امرأة مؤمنة مصدقة موقنة بوعد الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هم لا يدروا أن في هذا الغلام، في أخذ هذا الغلام من الماء يكون فيه يعني هلاك لبني إسرائيل، وإلا ما أخذوه أو قتلوه، لأنهم كانوا يقتلوا الأولاد، لأن فرعون نما إلى علمه بطريقة أو بأخرى أنه سيخرج رجل من بني إسرائيل ويكون هلاك فرعون على يديه. ثم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فهذا الذي يا فرعون أنت تقتل الناس من أجله، أنت ستربيه وتحفظه ويكون هلاك فرعون على يديه. نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أحبه الناس، يحب أهل السماوات ويحب أهل الأرض. كل من رأى موسى عليه الصلاة والسلام أحب، رأته امرأة فرعون فأحبته وخافت من فرعون ومن معه أن يقتلوه. قالت قرة عين لي ولك، إما أن نتبناه ويكون ولد لنا، أو نتخذه يكون غلام عندنا للخدمة. نعم. وقالت لأخته قصيه
فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. هذا من الأخذ بالأسباب، أنها قالت لأخته عندنا عائشة نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبحت أم موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقته في اليم لا تفكر فارغا من كل شيء إلا من التفكير في موسى عليه الصلاة والسلام، تفكر فيه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. دائما المسلم يتعلق بالله سبحانه وتعالى، خاصة عند المصائب، والله سبحانه وتعالى شهد لهذه المرأة بالإيمان. أسأل الله يثبتني وإياكم يا رب. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يعني هذا من الأخذ بالأسباب، أنها تتبع يعني أثر موسى عليه الصلاة والسلام وتنظر إلى أين سيؤدي به هذا البحر أو اليم أو النهر. فبصرت به، يعني هي تأخذ بالأسباب، ما جاءت ونظرت، تنظر خفية حتى تعرف أين يذهب. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. من ذكائها أنها عرضت عليهم وقالت هل أدلكم، هم كانوا خافوا على موسى عليه الصلاة والسلام من الهلاك والموت وكانوا يبحثوا، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه. وأيضا زادتهم على هذا أنهم ينصحوا لهذا الولد. فسبحان الله، كانت أم موسى عليه الصلاة والسلام ترضع ابنها وتأخذ عليه أجرا. نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. الآن حصلت البشارة الأولى وتوقف الدمع وتوقف الحزن وتوقف الخوف من أم موسى عليه الصلاة والسلام، وبقيت البشارة الثانية. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده موسى عليه الصلاة والسلام واستوى، ولما بلغ أشده تأتي للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واستوى يعني كمل في الخلقة البشرية، هذه لم تأتي إلا لموسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى طاغية قد يبطش به، قد يصنع به ما يصنع، فالحكمة تقتضي أن يكون على هذه الخلقة. نعم. وشهد الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، بصفات كثيرة. نعم.
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقت يعني لا تكثر فيه حركة الناس، وقالوا ممكن يكون هذا بعد الظهر تقريبا، يعني في هذا الوقت، المهم وقت يعني لا تكثر فيه الحركة، وجد موسى عليه الصلاة والسلام رجل من بني إسرائيل ورجل من آل فرعون، فاستغاثوا هذا الذي من بني إسرائيل على هذا، فوكزه موسى عليه الصلاة والسلام. هو كان يعني لا يتوقع أنه بهذه الوكزة يموت. ثم الإنسان إذا بدر وحصل منه شيء يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى وأناب إليه. نعم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. العبد إذا أذنب لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بشروط التوبة، فتاب موسى عليه الصلاة والسلام فتاب الله عليه. نعم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عليه الصلاة والسلام جعل على نفسه عهد ولزاما عليه نصرة المظلومين، لو كان في بيت فرعون له شأن وما إلى ذلك، فكان يعني يساعد المستضعفين من بني إسرائيل. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. موسى عليه الصلاة والسلام خاف من آل فرعون لأنهم علموا بهذا الأمر بالقتل، فأصبح خائفا يترقب ماذا يصنع به، فإذا الذي يعني كان بالأمس في هذا اليوم أيضا يخاصم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. نعم. فعندما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال له، هذا فيه أن الأمر الآن اشتهر، وعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر اشتهر، والناس عرفوا أن موسى عليه الصلاة والسلام قتل هذا القبطي. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى
أيأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فجاء رجل ناصح كان مع فرعون أرادوا أن يقتلوا موسى عليه الصلاة والسلام انتقاما لما صنع. فاخرج يعني اخرج من أرض مصر. وقال له إني من الناصحين، لست أنا فقط يعني أحصر النصح في نفسي. نعم. جاء رجل من فخرج منها. وجاء رجل. نعم. قدم رجل. نعم قدم يا صح. نعم. كررها شيخ ما اعتذر. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الآن هنا الرجل مبهم لم يذكر. إذا ورد في حديث صحيح ذكر هذا الرجل الحمد لله، وإذا لم يذكر فلا طائل أن نبحث من هو هذا الرجل وماذا به وما هي صفاته وما إلى ذلك. نعم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. لو تنظر في القصة في كل موضع تجد تعلق موسى عليه الصلاة والسلام بالله، التضرع، الالتجاء، الدعاء في كل وقت وفي كل موضع من هذه القصة تجد قوة الإيمان والتعلق بالله عند موسى عليه الصلاة والسلام. مع ما لديه من قوة لم يعتمد على حوله ولا على قوته. نعم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سبحان الله، لم يخطر على باله أن السبيل هو أراد السبيل إلى الدنيا والخلاص من فرعون، والله سبحانه وتعالى أعطاه أكثر من هذا السبيل وهو السبيل إلى الآخرة. فقد لا يخطر على بالك أحيانا عندما تدعو، ولهذا الأفضل والأولى أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الواردة في القرآن والسنة. فأراد طريق الدنيا، الله سبحانه وتعالى أعطاه طريق الدنيا وطريق الآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله من فضله. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عندما ورد ماء مدين وجد أناس رجال لكن لم تكن عندهم خصال الرجولة صلى الله عليه وسلم، وجد أنهم يعني لا يساعدوا المرأتين مستضعفات، وهم ذكروا لموسى عليه الصلاة والسلام حتى لا يظن أيضا بهما ظن السوء، قالوا أن سبب خروج المرأتين أن لهم أب لكن هذا ضعيف لا يقدر على الرعي ولا على السقيا، وهم من حيائهن لا يزاحم الرجال. فماذا صنع موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله عجيب هذا الفعل. الأصل أن الغريب لا يستحي منه، والأصل أن الإنسان عندما يصنع معروفا يبقى. ليش؟ اشكرني. صحيح. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. لماذا؟ لأنه صنع هذا لله، وعلم أن من أسباب إجابة الدعاء أن يقدم شيئا، فهو قدم لمن؟ قدم لله. سقى لهم، ما أراد منهم شيئا، لا جزاء ولا شكورا. عندما تولى إلى الظل بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق هو الغني. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، وقد ظهر هذا أيضا قبل، عندما يعني لم يختلط بالرجال. وممكن أن موسى عليه الصلاة والسلام يرتاب عندما قالت له إن أبي يدعوك، فأرادت أن تطمئن موسى عليه الصلاة والسلام أن هذه الدعوة، سبب هذه الدعوة ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني اطمئن الأمر يعني بخير ولا إشكال. فعندما جاء إليه لهذا الشيخ من مدين، هذا ليس بشعيب عليه الصلاة والسلام، رجل صالح، وقص عليه القصص يعني أخبر بكل شيء، فقال له نجوت من القوم الظالمين. كيف عرف أنه نجا من القوم الظالمين؟ لأن مدين لم تكن هذا الوقت تابعة لفرعون، خارج سلطان فرعون، فقال له نجوت من القوم الظالمين، من موسى وقومه، وأنت الآن خارج الحدود. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت القوة والأمان؟ كيف عرفت القوة؟ عرفت بالسقي. طيب الأمانة من أين عرفت الأمانة؟ المدهر. فين عرفت الأمانة؟ قال عرفت الأمانة عندما سقى لهما وتولى إلى الظل. إذا لم يتعدى على حقوق الناس، هذا معناه أنه لا يتعدى على حق الله سبحانه وتعالى. استدلت بالأدنى على الأعلى، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة إذا اجتمعت في العامل، هذا نادر وهذا كمال في العمل البشري. قال وإني عليه لقوي أمين. فإذا اجتمعت هذه، ونادر ما تجتمع، قد تأتي القوة لكن لا أمانة، تأتي الأمانة ولكن لا قوة. نعم. فعرضت على أبيها هذا الأمر. نعم. قال إني أريد أن أنكح، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،
ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه بداية الفرج. عرض عليه الخدمة مقابل النكاح ورغبوا فيه، رغبوا، قال وما أنا لا أشق عليك وتجدني إن شاء الله صالح، أصلح ما بيني وبين الله وأصلح ما بيني وبين عبادي. هذا ترغيب، يعني مميزات الوظيفة وما إلى ذلك. فقبل موسى عليه الصلاة والسلام. ويا أخواننا، يعني هذا الحديث اخترنا أن نتكلم فيه اليوم، يعني حتى نشوق إلى التفسير، إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تبدأ في التفسير، أفضل شيء قال ابدأ بالقصص، قصة مريم، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة قارون، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الكهف مثلا، سورة الكهف. فهذه القصص تشوقك إلى التفسير. والله أعلم. شيخنا بس خليه يكمل البشارة الثانية، نرادوه إليك وجعله من المرسلين، لو يكملها نسمعها إذا سمحتوا. نعم، هو علو عبد الله. أنا أخشى أنه تعب الشيخ إبراهيم. أنا مشكلة من هناك أخرب شغلة. شو؟ أبو عبد الله الشيخ عمر عارف الوضع. إذا أكل الشيخ بعد خلص. اليوم على المنبر. الله يسلمك. أي والله. لا بأس. إذا النظر على ما يسمع. ما شوف اليوم تيهت الآيات، حتى لا تنسيت اليوم. لا بأس. لا بأس. بارك الله فيكم. لكل جواد كبر. الله يجزاك الله خير. الله يسلمك. الله يجزاك خير. الله يسلمك.